سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قل ما هو حكم الصوفية في الإسلام؟ الصوفية ما في الإسلام صوفية، هذه مبتدعة، صوفية مبتدعة ليست من الإسلام، فعلى من وقع فيها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى السنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الاستقامة على دين الله والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، هذا هو المنهج السليم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلا سلامة ولا نجاة إلا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصوفية ليست من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست من منهج أصحابه، وليست من منهج القرون المفضلة، وإنما هي محدثة في الإسلام وفيها ضلال كثير، وربما يكون فيها قبورية وشرك بالله عز وجل واعتقاد بالأموات، تكون صوفية وشرك أيضا. نعم.